طيلة السنوات الماضية كان التقديم على الرعاية الاجتماعية أو على ذوي الإعاقة خدمات الوزارة يعني أي خدمة من خدماتها يتم عن طريق السيادات السادة النواب أو بعض العناوين الاجتماعية أو عن طريق أقسام الوزارة. إحنا جينا فتحنا نافذة إلكترونية. هاي النافذة فتحناها 3 أشهر أغلقت ثم بعد ذلك فتحناها في شهر 5 فقط لفئات فتحناها لفئة النساء المرأة الأرملة المطلقة العاجزة المهجورة زوجة النزيل أو المودع والمرأة العزباء غير المتزوجة وفتحناها أيضا للمعاقين بشكل مستمر. فاستطاع الآن يعني مو الآن طبعا هالحكي من سنة تقريبا أي واحد بإمكانه أن يقدم على كل خدمات الوزارة دون الحاجة أن يتوسط له أي أحد. لا يحتاج أن يتوسط له نائب ولا وجيه ولا ما هو مو المشكلة بالتقديم هو يريد يضمنها. جيد إحنا أيضا للمرة الأولى من 1/11 أو 29/10 وقت استلام الوزارة إلى اليوم أستطيع أن أقول أن خدمات الوزارة خصوصا المشمولين بالرعاية الاجتماعية والذوي الإعاقة وصلت إلى جميع المحافظات والأقضية والنواحي والقرى والقصبات دون واسطة. يعني مو وصلت بعنوان النائب الفلاني أو المسؤول الفلاني أو الواسطة الفلانية. اللي طلعناها 70% من الذين شملوا وتحدثنا بشكل واضح أيضا مع السيادات هذا النواب ويتفهموا هذا الموضوع 70% من الشمول بالنسبة لنا هو الإلكتروني اللي جاي مقدم مباشر وطلع على الباحث ونودي اسمه إلى التخطيط. لذلك وصلنا أكثر من 700,000 شملناهم خلال سنة من عن طريق التقديم الإلكتروني 70% منهم عن طريق التقديم. طيب ما